باتريك مارديني. دكتور صباح الخير. صباح النور، كيفك مدام؟ عم نحكي عن الفساد المقونن اللي موجود، عم نحكي عناوين يمكن ناس بتعرفها ناس ما بتعرفها، عم نطلب من القضاء من النيابات العامة تتحرك. طب اليوم بموضوع الكهرباء اللي هو مشكلة كبيرة اليوم، يعني هالقطاع هو عم يكلف الدولة ويكلف خزينتها، ما هيك؟ وعم نصرف ثلاث ارباع الأموال على هالقطاع بوقت نحنا لازم يكون من دار بطريقة منتجة. بالعكس، وين الفساد بهالقطاع دكتور مارتيني؟ صحيح 100%، وعم نصرف الأموال بالدولار لأنه نحنا بس نشتري الفيول ندفع حقها بالدولار، ما هيك؟ وهلا هذا الموضوع صار موضوع كثير مهم، خاصة بالوضع الحالي، بالوضع المالي الحالي. رح بلش أنا من آخر شيء صار مثلا بموضوع البنزين. وقت الوزارة بتقرر تشتري بنزين نيابة عن الشعب اللبناني، بتروح تعمل المناقصة من خلال المنشآت النفطية، لأن المنشآت النفطية غير خاضعة لإدارة المناقصات. هون بنطرح سؤالين. السؤال الأول، من وين جابوا الدولار؟ مع أساس مقطوع الدولار بالبلد، هني ضبينه يعني؟ ماني عم بفهم. فعندنا مشكلة دولة الخزينة على أساس ما مع مصاري، وأخذوا الدولارات من السوق، عملوا هندسات مالية لسحبون من السوق وعطيهم للدولة. لا يعني في سؤال إنه من وين الدولار إجا. السؤال الثاني هو إنه طيب عملناها من خارج الوزارة عن طريق المنشآت النفطية مشان ما نخضع لإدارة المناقصات. طب نحن عندنا مشكلة بهذا الموضوع، يعني نحن بدنا الضوابط وبدنا الرقابة تكون موجودة على كل ليرة تنصرف من الدولة اللبنانية مين ما كان عم يصرفها. فهيدولي المخارج اللي بتنعمل، اللي هو الصرف من خارج الوزارة عن طريق الإدارات لنتهرب من دائرة المناقصات، بتفتح مجال لكثير من عدم الشفافية. إذا بدك نفس الخبرية بتصير بس نشتري فيول لمعامل الكهرباء، نشتري فيول من برات الوزارة عن طريق المنشآت النفطية، يعني ما مش خاضعة لرقابة إدارة المناقصات، وبالتالي كمان نفس الشيء ما بيكون في شفافية هون بشراء الفيول. هلأ الفيول سعره دولي، يعني ما كثير في تعبر فيه، بيشتروه بالسعر اللازم، بس كل مرة عم يصير في تأخير بتفريغ الحمولة، وهذا التأخير عم يرتب على الدولة غرامات. يعني الناس اللي عم يستوردوا لنا فيول كل مرة عم يقبضوا كثير غرامات من الدولة، لأنه الدولة عم تتأخر عليهم بإنها تعطيهم إذا بدك المجال. بس هلأ الدولة أخذت على عاتقها تستورد هي، يعني كان ليش ما أخذت هالقرار من زمان ومن قبل؟ هي مش هيك، هي يعني هن الدولة الأشياء اللي عم تعملها مش عم تعملها منيح. لا عم بيعرفوا يولدوا كهرباء مثل الخلق، ولا عم بيعرفوا، بس بعدين بيحملهم البنزين تبع العالم. يعني بصير مثل ما انقطعت الكهرباء عم ببلش الناس تنقطع من البنزين، ما هيك؟ يعني انا ما بعرف قديش فكره سليمه انه يستوردوا البنزين، وخاصه انه عم يعملوها من خارج الهيئات الرقابيه عن طريق المنشآت النفطيه. هذا اللي عم جرب اقوله. نعم تفضلي. لا تفضل، كنت أسألك عن صحوة الفساد اليوم هيك باختصار. نمشي فيهم يعني إذا بدك باختصار. التهرب من الرقابة، من رقابة إدارة المناقصات، بيفتح المجال على الفساد على مصراعيه، لأنه بيصير إذا بدك اللي عم ياخذ القرار يعمل اللي بده إياه وبينوض حسيب ولا رقيب. مثلا إذا بياخذ موضوع الـ FSRU محطات التغويز، اليوم كل محطة تغويز بتكلف تقريبا 4 مليار دولار، البلد بحاجة لوحدة، قرروا الشباب يعمروا 3 محطات تغويز. طيب ما هيدا كمان هدر، ما هيك؟ في وحدة منهم بدها تركب بسرعاتها، طيب ما بسرعاتها وين بدي ركب محطة تغويز إذا أنا ما عندي محطة كهرباء أصلاً؟ مضطر ركبت محطة كهرباء، طيب ما أنا ما فيني أوصلها بالشبكة، رح تكون كثير معقدة. يعني الأمور عم تتاخد على أساس طائفة مناطقي، مش عم تتاخد على أساس حاجات البلد وعلى أساس قديش معها الخزينة لتصرف مصاري. البلد بحاجة لمحطة تغويز وحدة، نشتري 4، طب ما هيدا هدر كمان. إذا بنفوت بموضوع محطات الإنتاج، معامل بناء الكهرباء، الدولة أكيد بحاجة لمعامل كهرباء، بس كمان مثل ما أنا رايحة المناقصة هلأ، انه بدهم يفرضوا على كل شركة كهرباء انها تشتري باخرة مع شركة الكهرباء لكرمال باخرة الكهرباء يولدوا كهرباء لبين ما خلص معمل الكهرباء. هلا هيدي مناقصة غلط، اذا بتقطع على دائرة المناقصات مستحيل تقطع، لانه مناقصة مش مزبوطة، دفتر شروط مش مزبوط. بس شكلهم هلا كانوا عم يحكوا انه بدهم يقطعوها كمان من برات دائرة المناقصات، بدهم يختصروا دورة. يعني انا اللي عم جرب اقوله انه هيدا التهرب من الرقابة
ومن الضوابط بيفتح المجال للفساد على الأسرعي. وأنا هون أعطيت مثال الكهرباء، بس بتصور بكذا قطاع تاني هيدي مش الأساسية. اليوم المشكلة الأساسية إنه بالدولة اللبنانية بس 5% من الشراء العام بيقطع عن طريق دائرة المناقصات، و95% ما بتدقق في دائرة المناقصات. هيدا 95% على الأكيد بيفتح مجال إنه يصير في فساد كتير.